هذه المسيره التي نخلد فيها روح الشهيدين صابر الحلوي ومولود الحمراوي، وشعارها العريض الموجه للحكومه المغربيه وهي جميعا من اجل انصاف الاشخاص في وضعيه اعاقه بالمغرب. ورسالتنا واضحه وصريحه للحكومه المغربيه الا وهي كفى من التهميش والاقصاء لهذه الاشخاص في وضعيه اعاقه، وندعوها للالتزام بالدستور المغربي والاتفاقيه الدوليه التي وقعتها لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نندد بجميع التصرفات والممارسات التي مارستها علينا هذه الحكومة منذ 2011 وإلى يومنا هذا. وليداتنا واصلين واحد العمر وما عندهمش الحق في التمدرس، وهذا الشيء كيضرنا وكيضرنا حنا كأمهات. بغينا وليداتنا، بغينا لهم مجانية النقل، بغينا لهم مجانية التمدرس، بغينا لهم مراكز خاصة اللي تقوم بهم في الترويض، الترويض الطبي، يعني مراكز خاصه تكون تشمل الترويض الطبي والترويض النطق، المهم الترويض بجميع انواعه، ويتمدرسوا ويقراوا ويوصلوا، لان هاد الوليدات عندهم كفاءات باغيين يوصلوا وباغيين يعطيو الكثير الكثير، ولكن للاسف ما عندهمش الحق في التمدرس في هاد البلاد هذه. اليوم كنجيو هنا في هذه المسيره الوطنيه من اجل مطالب مده هذه، وحنا كنطالبوا فيها هي مطالب عاجله ومستعجله، كنقصدوا بها البطاقه، بطاقه الشخص في وضعيه اعاقه اللي باقي ما بغاش الدوله تفرج عليها وتخرجها لحي الوجود. كنهضروا على المنحه، منحه كذا مادي مباشر للاشخاص في وضعيه اعاقه، اللي هي من المطالب الاساسيه والمستعجله اللي كيطالبوا بها الاشخاص في وضعيه اعاقه عبر التراب الوطني، زائد تفعيل حقيقي وواقعي وملموس يلمسوه الاشخاص في وضعيه اعاقه للقانون الاطار 1397. اول حاجه باش نقلوا بالملف مطلب لهذه الوزيره اللي جات جديده، تمنوا حنا هذه اللي جات جديده ما ديرش نفس الحوايج اللي دارتهم لينا باسم الحقاوي، لأننا في عهدها تعذبنا بزاف، جينا سال عندها ولا لا جواب. حنايا معاقين كما تنقولوا بحال قول نساونا، ما شحال هذا تيواعدونا وما توصلنا حتى شي حاجه. دابا النقل، هذه الشركه اللي جات جديده منعتنا ما نركبوش في النقل، ترامواي حتى ولا كيمنعونا، يعني ولينا بحال ما زايدين في هذه البلاد، يعني ما عندناش حق. وهذا هو الطلب ديالنا، ولا كارت واعدونا باش يخرجوها لنا ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، باقي ما خرجوهاش لنا. هذه راه مده دابا شي غدا شي 17 سنه ولا 18 سنه وحنا كنطالبوا بها، باقي ما خرجش. وهي مناسبه ايضا للمطالبه من مجموعه من الحقوق غير متوفره بالنسبه للشخص المعاق، من بينها الصحه، مجانيه النقل، اخراج بطاقه المعاق الى حيز الوجود، تنفيذ الاتفاقيه الدوليه التي صدق عليها المغرب رفقة البروتوكول الاختياري، يعني استجابة للخطابات الملكية السامية التي دائما تدعو إلى الاهتمام بفئة المعاقين وإيلائها عناية خاصة، لكن كل هذا نجده حبر على ورق، فالمسؤولين يعني يتعاملون مع هذا الملف بآذان صماء، وبالتالي أننا يعني مستمرون في نضالتنا حتى تحقيق كل هذه المطالب. كتعاني من التوحد وتاخر في النمو، بغيت اختي حقها في الدراسه، وبغيت نطالب بالمنحه الشهريه اللي خرج صاحب الجلاله والبطاقه ديال المعاق. مثلا انايا انا نكون في وجده كنبغي ندفع الكونكور ما نستافدش 7%، خاف ننتقل للرباط وليت شهاده عالي باش ندفع، يعني الانسان العالي كنقام له 50 درهم والانسان المعاق كنقام له 500 درهم باش يدفع الدوزين. اليوم كنديروا الذكرى ديالهم ومن خلالهم هما هذه المسيره هذه اللي الحمد لله شهداء اللي غتشهد ان شاء الله توافد الاخوان المعاقين من جميع اصناف الاعاقه من المغرب الحبيب كاملين، باش نطالبوا بالحقوق ديالنا المهضومه في هذه الارض السعيده، والحقوق ديالنا اللي هي كتمثل في البطاقه ديال الشخص المعاق اللي غادي تخول ليه مجموعه من الامتيازات، اضف الى انه عندنا مشاكل في التطبيب، عندنا مشاكل في الصحه، عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل في التكوين المهني، عندنا مشاكل في التنقل اللي هو الطامه الكبرى اللي خلى هاد الهيجان هذا اللي كنشوف ديال الاشخاص المعاقين. ويهنونا شهوما ويهنونا قانون عواجي حكمونا قانون عواجي حكمونا ويا شاهين.